فيما يخص الملف الأبرز الآن اللي مصر كلها بتتكلم عنه، واللي لسه حضرتك كنت بتقول لي يعني أنا برضو مستغرب، هو أستاذ عصام ما شافش الانترو بتاعي، فهو داخل يقول لي يا إسلام ما حدش بيتكلم غير على سيد عبد الحفيظ. أنا مستغرب يعني تبدأ أي حلقات في الإعلام مع احترامي للزملاء، يعني هم أحرار فيما يعني يتعاطوا معه يعني. لا لكن مش قصدي، معلش عشان ما حدش فهمني غلط، إن سيد عبد الحفيظ أنا مش قصدي إن الكلام على سيد، اللي عايز يتكلم على سيد أنا أنا ما أقصدش، أنا بقول مش وجهة سيد نظر يعني اللي هو إيه اللي هو كنت عايز. والله يا كابتن إسلام سبحان الله، اولا يعني يا جماعه السكريبت ما بيبقاش الا مع مقدم البرنامج، فما حدش عارف ايه الدور اللي جاي من اجله يعني. لكن انا كنت اقول لك كابتن بعد اذنك انا عايز اتكلم يعني ايه في حاجه، حتى لو قبل اي سؤال يعني، لانه في الاخر وانت تناقش جدول الدوري القرعه امتى وكذا واحداث كثيره جدا، جمعيه عموميه جمعيه شرقيه جمعيه غير، بيقول لك ايه، لكن هناك من عبث بالقصص و سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ ايه ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ الموضوع اقل كثيرا مش من الاهتمام بيه، هناك نجم اداره كان نجما للكره، ابن النادي الحقيقي اسمه سيد عبد الحفيظ، هو اولا واخيرا من يدرك معاني استمرار وجود كوادر في النادي الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي مثلا لم يترك الأمر بحثاً عن مدير، لا، هي ترتيبات نهاية موسم، وبالتالي موسم فيه 5 بطولات، في يعني كل ما يمكن أن يكون انتصارات مخطط لها، بغض النظر أنها أتت بكل البطولات، لكن الأداء الوصول لكل النهائيات وكذا، موسم تاريخي وقبله إعداد على مدار سنوات شارك في مؤسسيا النادي الاهلي، ما هو لا احد يتحدث في النادي الاهلي عن الفرد، دائما المؤسسه هي الغالبه. كابتن سيد لو ماشي زعلان كان يتكلم، كابتن سيد لو انه الحكايه مش عاوزين سيد عبد الحفيظ، مفيش حاجه اسمها كده في النادي الاهلي، هناك ما يسمى بنظره مستقبليه، اول من يتفهمها هو اهم العاملين في النادي الاهلي كل في موقعه، من اول رجال الامن مثلا على البوابات، العاملين في حاله الاستبدال او تطوير الاداء او خلق كوادر جديده، والا لنضبط الحكايه في اماكن اخرى ما بيلاقوش البديل يا كابتن اسلام. هنا هو ده، والمساله لا تحتاج لراي، المساله تحتاج اولا من جمهور النادي الاهلي يعي يعني تماما انه في نقطه فارقه، ألا وهي أنه في موسم زي ده ما ينفعش حد يكسر فرحته أو يحاول، مش هيكسر، لكن يعني إيه يعمل لك ضبابية في المشهد؟ سيد في أجازة، سيد الآن طلبا للراحة، ثم سيعمل مرة أخرى، الأهلي سيتمنى له كل ما يمكن أن يكون نجاح كعادة الأهلي مع أبنائه. ليه يا جمهور الأهلي مش واخد بالك أن كل من، وقلت ده مع الكابتن إسلام هنا، كل من لا يستطيع منافستك في تراك يعني مشوار الجري خلف البطولات بيحاول يحط لك زي ما بيعملوا للكاوتش مسامير يعني. مسامير سهلة يعني. استاذ سامح نفس الكلام، اخد رايك فيما يخص التغيرات التي حدثت في قطاع الكره في النادي الاهلي. بص، كل اي تغيرات تحدث داخل النادي الاهلي هو امر وشان داخلي يخص النادي الاهلي فقط، لا يخص احد بالمناسبه. كل من اعترض، كل من سأل عن أسباب اختفاء، رحيل، إقالة، توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ، قولوا زي ما تقول، قال على توفيق، سموا زي ما تسموا، مش حلو. لا هم يسموا زي ما يسموا، سيبوا النادي الأهلي في حاله، أنا أقصد أقولها، سيبوا النادي الأهلي في حاله. النادي الأهلي منظومة كبيرة جدا، مؤسسة احترافية بتشتغل على مستوى عالي، دائما وأبدا ما بيتم تسليم المناصب شخص يلو الآخر، مرحلة تلو مرحله. اتفرجوا على رؤساء الانديه من اول رئيس نادي الاهلي حتى الكابتن محمود الخطيب، اتفرجوا على منصب مدير الكوره، كابتن سيد عبد الحفيظ خرج من المنصب ثم عاد اليه، حصل مشاكل ما حصلش مشاكل، هل الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج من منصبه بمشكله بازمه فالكل يبحث عن تفاصيل هذه الازمه؟ هل النادي الاهلي كان خسران دوري ابطال افريقيا او تعرض لكارثه في بطوله الدوري الممتاز او تعرض لهذه هزيمه ثقيله خرجت ان في النهايه يبقى في كبش فداء يتمثل فيه شخص الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ كل ده
كلام غلط. لذلك أنا بقول أي شخص هيتحدث عن هذه الأزمة اللي بيسموها أزمة، هي مش أزمة، عن هذه المسألة داخل النادي الأهلي هو ليس من جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي عاشق النادي الأهلي بالمناسبة. أي عاشق؟ لا معلش يا أستاذ سامي، عشان دي مهمة جدا. جمهور النادي الأهلي من حقه إن هو يقول وينتقد ويعمل وكل حاجة، وبالمناسبة بيفضفضوا وبيتكلموا، ده من حقهم، جمهور الأهلي من حقه. ولكن في الآخر جمهور الأهلي بيعمل إيه؟ في الآخر بيقف بيدعم، زي ما حصل. وكل مره انا بفكر الناس بمباراه سان داونز 2001، كنت لسه هقول لك لقاء الذهاب سان داونز 5-2. لا انا عايز افكرك بحاجه ثانيه. لا بالعكس، انا بفكرك باخر حاجه حصلت. الاقرب الاقرب كان المفترض يبقى دي حاجه ثانيه، لكن انا بتكلم على اقرب حاجه حصلت، انه جمهور النادي الاهلي انتقد وبشده وطالب رحيل لاعبين والاداره والاعلام كل حاجه. طلبنا بتعديلات ان رات الاداره، صحيح الاداره كده، لكن قلنا عليهم انهم يبحثوا ماذا حدث. صحيح، وبالتالي انا كنت بقول لك ايه، ان جمهور الاهلي انتقد وعمل وكل حاجه تت تت تت، ولكن في النهايه عمل ايه؟ في النهايه سبورت فعلا، دعم الفريق ودعم الاداره في كل قراراتها، عشان كده اللعيبه وقفت على رجليها وقدرنا ناخد البطوله. كابتن اسلام انت لسه انت لسه قايلها، السفينه فجمهور الاهلي من حقه، لان جمهور الاهلي مختلف. سفينه الاهلي لما كانت بتواجه ازمه في فتره من الفترات في عنق الزجاجه في دوري ابطال افريقيا، المحبين والعاشقين للاهلي وقفوا خلف حقيقي النادي الاهلي لحد ما الاهلي قدر ان هو يصل لدوري ابطال افريقيا ويحصد البطوله. مش بطوله واحده، لا، ده مارسيل كولر من اكثر المدربين المحظوظين في تاريخ النادي الاهلي ان هو يحصل على كم هذه البطولات في وقت قصير جدا، ما كانش يحلم بده. طبعا شابوه للراجل، مخضرم ومحترم ومحنك، ولسه فكره لم يطبق مع الاهلي بالمناسبه، هو لسه بيلملم الاوراق وبيداوي جراح وقدر ان هو ياخد اكثر من بطوله. ولكن في النهايه انت النهارده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وعن قصه الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بنتمنى ان هي تتقفل تماما، انا بقول لك ان في عز ما كان الاهلي بيهاجم، ابنائه وقفوا خلفه، الجمهور العاشق النادي الاهلي وقف خلفه، حتى استطاع ان يحصل دوري ابطال افريقيا وكاس مصر والسوبر المصري. عشان نقعد نعد بقى بطولات النهارده نفس القصه. انت النهارده لو انت جمهور النادي الاهلي عاشق بالفعل النادي الاهلي، انت ما عندكش ازمات في النادي، انت بتحتفل بالبطولات، تحتفل بالألقاب، تحتفل بالاستفاقة للوحش الإفريقي ومرعب إفريقيا النادي الأهلي. فلما تيجي النهارده تتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ وتتساءل إيه هي برضو مرة تانية، معلش عشان ما حدش يفهم كلامك غلط، جمهور النادي الأهلي من حقه إن هو يسأل ويتساءل ويعمل، وعلى فكرة جمهور الأهلي بيعمل جمهور كده. الأهلي جمهور الأهلي فقط، صحيح، وفقط مش بلوفات، الله ينور عليك، بس هي دي.